سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ان شاء الله غادي ندير لكم التطبيق ديال هاد الرشمه هذه ديال هاد الجلابه. هي مطروزه بالرباطي، ولكن رباطي بالعقده الفرنسيه، يعني الطرز الرباطي كيكون هنا والعقده الفرنسيه في الراس ديال الغرزه كتكون. ان شاء الله تجيكم سهله وما تجيكم صعيبه، وخليكم غير تبعين الفيديو وشوفوا يعني الشرح ديالي، سمعوا له كامل، لان بعدا بس كنشرح شي حاجه في الفيديو وكتبداو تسولوني عليها لتحت، يعني ما كتكونوش تنطيو على الفيديو. غادي نحتاجو الحرير بحال هذا، جوج ديال الالوان، والابره ديال الطرس هي هذه الرقم ديالها 5. الحرير وهذا كيكون فيه 4 ديال الشعرات، غادي نركبو في الابره وكنخدمو به مدوبل. كنبرموه شويه ما بين يدينا غير بحال هكذا. ومن بعد كتلويه غير بشويش، كيرجع مطلق بحال هكذا. اول حاجه ملي غادي نبداو هاد الغرزه هذه، كنشدو مع الجنيب ديال الرشمه ديالنا، كنطلعوا الخيط، ومن بعد كنديروا جوج لويات على الخيط، وكتصوبي القياس اللي غادي تصوبي في الرشمه الجنيب ديالها بحال هكذا. كتحاولي تبقاي شاده هاد الخيط باش ما يفلتلكش وديك الغرزه، يعني هادشي مرخوف. صافي كتشديها بصبعك كتهبطي باش تجي هاد العقده هنايا في الراس ديال الغرزه بحال هكذا. هادي هي الطريقه ديالها، كضربي عاوتاني هنايا غرزه، كتشوفي بحال اللي كطرزي وانتي كديري العقده في الراس. هانتي جوج عقدات، ومن بعد كضربي على الرشمه. كيجي الشكل ديالها مبدل، يعني طرز رباطي ومبدل شويه في الشكل ديالو مغاير. لاحظتي كي كتجي الغرزه هنايا مطروزه عاديه، وهنايا فوق منها عقده فرنسيه كتجي زوينه. وعادي نزيدو التزيين ديالها لداخل، ومني كيتسالى لنا الخيط عادي غادي نقطعوه بحال اللي كنطرزو عادي، ونعقدوه في اللور ديالو ونركبو خيط جديد. صافي، من بعد ما ساليت هاد الورده هادي غادي نخدم الوريقات، ورق عاديين كتخدموا جنب، نخدمهم بنفس اللون، ومن بعد ندير لهم تزيين، تزيين الداخل باللون اللي غادي نزين به الورده.
صافي ملي كنساليو الطرس دابا غادي نديرو التزيين، غادي نخدم بها فغي في الوسط بحال هكا، كنديرو غرزات مفارقين وصافي بحال هكا. غير حاولوا تزيرو الخيوط من بعد ما كنساليو التزيين ديال هاد الورده هادي للداخل، يعني كنديرو غير غريزات باش كيبان اللوان داخلين في بعضياتهم. وهنا في الورقه كنديرو في الوسط ديال العقده الفرنسيه، وهنا كنخدموها بلي ستراس، وهنا كنديرو ثلاثه ديال العقدات عقده فرنسيه، وهنا ثلاثه ديال الجهر. وهكا غادي تكمل الرشمه كامله، يعني هاد الورده هادي هذا هو النص ديالها، غادي تكمليها بنفس الطريقه، كتخدمي البيض كامل ومن بعد كتزينيها بالاحمر للداخل، ومن بعد كديري الجهر في الوسط وتكملي الوريقات كما كتشوفي كما في الموديل اللي غادي نحط لكم. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وجاكم سهل. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك القناه وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. سلامه.